اهلا وسهلا بكم، اهلا كل من التحق بنا في نسمة صباح لقناة تواصل حتى للتسعة. يحضر بحضينا اليوم زميل عبد الحق طرشوني. صباح النور. صباح الفل. شو احوالك عبد الحق؟ والله لاباس الحمد لله. للي ما يعرفش، انت دخلت في اهتمام خاص بالوثائقيات، وخاصة ركزت على كل ما يهم تاريخ السكاك الحديدية، وكنا شفنا اجزاء يعني تم بثها على القناة الوطنية، ووصلت في نفس الموضوع المرة هذه حلقة جديدة حبيت تركز فيها على منوبأ. لا، على الحوض المنجمي. الحوض المنجمي يعني، وبالنسبة خاطر أنا عندي حاجة بين تونس، عندك الحق بين تونس وتونس. به هذايا الحوض المنجمي ما تعرضت له، نتذكر تقريبا الجهه هذيك قربت لها في الوثائقيات الفارطه. شنو اللي باش تركز عليه في المره هذه؟ لا، في الحقيقه هي السلسله يعني مرتبه ومنظمه حسب الخطوط. كنا الحلقه الاولى هي حلقه معنا 50 دقيقه تقريبا، هي تتناول تاريخ السكة الحديدية بصفه عامه. يعني قدمنا، عملت حوصلة كاملة. ربما أنت رأيت بعض اللقطات القليلة جدا على الحوض المنجمي، لكن لم نتناولها إلى حد الآن. ثم بعد عملنا خطوط الشمال، واللي هي من معطر بنزرت، تونس بنزرت، جندوبة، غردماء، ثم الوسط حتى القلعة الخصبة حيدرة. ثم بعد عملنا يعني كل حلقة تاع السكة الحديدية مربوطة بالاقتصاد ومربوطة بالتنمية، وخاصة وأنه أنت في كل حلقة وكأنه في نصك تتأسف على وضعية السكة الحديدية. يعني ديما تقولها هذه يا عبد الحق، لو كان كنت موجودة كيف ما خدمت قبل ربما يكون وضعية الجهات يعني وضعية أخرى. في الحقيقة لأن هي مربوطة بالتاريخ، هو تاريخ السكة الحديدية، تاريخ تونس مربوط بالسك الحديدي، حتى الاستعمار مربوط بالسك الحديدي، هو تخلى عبر التاريخ عبر السك الحديدي. وحتى الحركة الوطنية يعني ضد الاستعمار، يعني المواطنين استعملوا القطار باش يوصلوا أفكارهم والحزب وقتها إلى آخره. فأنت شنو الهدف منهم الوثائقيات هذه؟ الوثائقيات أولا للتعريف، قلت بالخطوط هذه، قلنا الشمال والوسط، ثم بعد عملنا خطوط والمواني، يعني حلق الواد، ثم سوسة والقصرين الوسط، ثم بعد يعني تجي حلقة صفاقس والحوض المنجمي متلوي وتوزر، ثم بعد باش نختم بآخر حلقة هي صفاقس. مش نركزوا خاطر صفاقس هي بالنسبة لحلقة الليلة هي يعني جزء بسيط فقط، لأنها اللي يهمنا هو الحوض المنجمي، ثم بعد باش نختم بصفاقس وكذلك جبس ومدنين. يعني السكة الحديدية هي شرايين الاقتصاد في العالم، وما ثماش دولة تقدمت بدون السكة الحديدية. هكا شد اهتمام بالنسبة للشمال، بيجا و بيجا وجندوبة وتبرقة، يعني ثم خطوط محل. مثلا السكة اللي تمر مثلا بمنوبة وهي ماشية معناتها في الاتجاه هذاك، هذوما كيفاش معناتها قاعدين يشتغلوا؟ يعني يعني هو 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 منوبة هو خط مهم جدا، ومن بعده تجي جديدة، خاطر هو موجود في جديدة، هي يربط يعني يربط، يعني جديدة هي محطة الالتقاء. يعني خط يمشي لبنزرت، خط واحد، ثم الخط اللي خدمت عليه، خدمنا عليه الشمال. ديجا القناة الجزائرية قاعدة تبث في شريط خط الشمال، لأنه مربوط أيضا بكل بعد المغاربي، لأن كان القطار من جندوبة يدخل غردمة ثم الجزائر. وفرنسا حبت يعني مخطط بتاعها هذا من 1884 لكي يعني تسهل عملية الاحتلال. الحلقات هذوما فيهم مجهود كبير على مستوى التوثيق والبحث على الصور الملائمة اللي حتى تكون مطابقة للنص. فلهنا كيفاش عملت بخصوص الارشيف؟ هل انه سهل باش تلقى اللي تحب عليه الكل، ولا طلب منك خدمه خاصه؟ هو في الدنيا مش حاجه سهله، هو الصعب في هذه السلسله هو البحث عن المعلومه. لان مع الاسف بعض قله يعني ثم ناس عملوا يعني في بحوث جامعيه، منهم سي الغربي وكذلك سي العزابي كتب كتاب على السكك الحديديه. بخلاف هذا ثم بعض الدراسات، المعلومات هي نجم نقولوا قليله جدا.
دونك البحث هنا هو صعب جدا انك تبحث عن المعلومه الصحيحه وخاصه التاريخ. وكي نقول لك يعني تاريخ تونس كله مرتبط وكل الاحداث بالسك الحديدي، هذا ما يدل اهميه يعني القطاع هذا. ثانيا باش نحكيو مثلا الحلقه نتاع اليوم اللي باش تحكي الحوض المنجمي، نقول لك عام 1937 فرنسا كانت تصدر 1,270,320 طن عام 1937. بعد الثوره ولينا نصدروا 2,600,6,000 و7,000، يعني تشوف بعد قداش من 80 سنة في عوض نتقدموا. وقت اللي في 2010 كنا نصدروا 8 ملايين. هذه الاضرابات والاعتصامات باش نتناولوها في يعني تاريخ السكة الحديدية بمعطياته. تو نشوفوا احنا عندنا على الاقل حضرت لكم يعني محاوله باش نشوفوه بالضبط عبد الحق، ربما نشوفوه باش نستفهم شويه الحلقه نتاعنا. بعدنا نرجعوا نحكيوا باهي نشوفوا بعضنا مالها المقتطع. بدأ المستعمر في إنشاء خط حديدي يربط بين سوسة وصفاقس، دشنه بالمناسبة رئيس الجمهورية الفرنسية ألان فالير يوم 15 من ماي سنة 1911. في سنة 1922 اشترت الدولة التونسية الامتيازات التي منحتها في السابق إلى شركة عنابة جالما، وغيرت تسميتها باسم الشركة التونسية للسكك الحديدية وإنهاء الإجارة. ولكن هذا النظام تواصل في اللاشرعية إلى سنة 1956 من قبل فرنسا، وذلك رغم قانون أبريل 1910 الذي يخول للحكومة التونسية الاستقلالية التامة في التصرف لكل الخطوط. لا يقتصر نشاط الخط الحديدي الرابط بين تونس وتوزر على نشاط نقل الفوسفات من المتلوي إلى صفاقس، بل يقوم الخط أيضاً بضمان نقل المسافرين في رحلة طويلة تستغرق ساعات، ولكنها رحلة ممتعة بين الصحاري والواحات الجميلة. يمر القطار بين حقول الزيتين وغابات النخيل. هنا تنتهي رحلتنا في الجنوب الغربي في القطار الليلي، في أول رحلة بعد قرن من الزمن تذكرنا بأول رحلة لهذا القطار يوم غرة مارس سنة 1913. كيف ما اليوم معناتها غرة مارس؟ اليوم قاعد نحتفل بمئوية أول رحلة إلى مدينة توزر عبر القطار البخاري. والقطار هذا هو في الحقيقة الباي هو اللي أنجزه، لأن فرنسا في توزر ما ثماش مناجم، وتعرفوا فرنسا الخطوط اللي تعملوا الكل في عهد فرنسا هي بأموال تونسية وملك تونس. بالطبع عملت إجارة لشركة عنابة جالما اللي هي تابعة للباتنيول الشركة الفرنسية الأم، على أساس أن يوم 1922 تسترجع تونس ممتلكات، إلا أن فرنسا تعنتت لأنها كانت مستعمرة إلى 1956 في اللاشرعية في استغلال. تو برشا ناس تشوف يقول واو شوف فرنسا شو عملت، هاي فرنسا عملت يا سيدي ذيك تاع تونس ونتاع توانس بفلوس تونس استعملت هذيك، لكن فرنسا استغلتها باش تهز المناجم نتاعنا باش تهز ثرواتنا من الحديد ومن الفوسفات وغيرها، وكذلك الزنك وكذلك الرصاص إلى آخره. كل هذا بيع ما عملتش يعني الفوسفات لازم عندها منفعة من هذا إيه. وثم من بعد تركت لينا باش نفهموا الحقيقة سكك، هي في الحقيقة كانت تعملها من نوع المتري،
يعني كنوع لنقل البضاعة. لا لا كسكك ياك العرضة نتاعها متر على أساس أن باش تنقل بضاعة مش للمسافرين. تونس بعد الاستقلال ثم تم اختيارات أخرى هو النقل البري إلى آخره، ثم عديد من الخطوط تم إهمالها. وكان اهتمينا بالاستقلال وعملنا يعني مخطط كبير للسلك الحديدي وربما التنمية في الجهات وربما صارش خاطر موجود خطوط في القصرين توصل حتى السواطير. هذه السواطير من تناولها، نحب نذكر أن الحصة دي تتعدى اليوم قلنا في القناة الوطنية، اليوم تتعدى 6:30 في القناة الوطنية، القناة الوطنية الأولى والعشرة متاع الليل على القناة الوطنية الثانية. احنا حبيناها اليوم على لان الاحتفال بمئويه القطار هذا. نحب تو نعرفوا الحكومه الجديده قاعده ثم مشاريع خاصه النقل حول مدينه تونس، المشروع الجديد الهام جدا على 30 كيلومتر اللي هو باش يتسمى النقل الحضري الكبير كما في باريس من 2016. انا شفت الوزير يعني المره الاخيره يعني مشروع كبير برشا. وثم عندنا القطار باش يرجع نتاع سوسه القصرين اللي هو هام باش يربط مدينه القصرين بميناء سوسه، لان باش نحييو الجهات الداخليه ما عندهمش هما لا مطارات ولا يعني طريق سياره، عندهم كان القطار. اذا القطار هو كما قلت في السابق هو شرايين الاقتصاد في العالم. مع الاسف احنا تخلينا على القطار ونحب نرجعوا له، وهيك علاش حابين نبرزوا في السلسله هذه. هم 7 حلقات الى حد الان، ونجم نقول لك نجم نعملوا 10 حلقات اخرين على السلك الحديديه ولا تنتهي، لان ثم نوع من المخزون يعني الاقتصادي والتنموي والتاريخي في قطاع السلك الحديديه ما ينتهيش. نخليه شويه للمشاهدين باش يتابعوا تفاصيل اكثر. اليوم 6:30 تبث الجزء هذايا حول السكك الحديديه، ونحب فقط نسالك شكون اللي يخدموا معاك الفريق يعني في خصوص التصوير والتركيب وكل. نحب نحيي في جميعهم خاصه انور غدير.